عزيزاتي المتتبعات، السلام عليكم. انا الشيف روز للطبخ والحلويات، نتمنى لكم نهار مبروك، ونتمنى لكل الاخوه والاخوات يكونوا بصحه جيده. اليوم باذن الله جبت لكم كرتون رمضان، الاضافات اللي راني نزيدها مادام مهرها قريب، كل مره نزيد حاجه باذن الله، باش كيجي رمضان ما نسحقش كاع الحوايج هادو، ما نشريهم ما والو، يعني نعرف كيفاش نمشي الشهريه تاع مارس باذن الله وتاع افريل. اليوم هنايا يعني شريت هذه المشتريات، ها هما هنا زدتهم، يعني الكرتون تاع رمضان دوك نخبركم ونوريكم بالاسعار باذن الله. كيما كتشوفوا هنايا دوك نوجدهم، ها هما هنا. هنايا جبت الفلون، جبت هذا الفلون، ها هو هنا، هذا تاع الموز تاع البنان، ها هو كيما كتشوفي فيه كاين هذا. زيد ثاني شي جبت محلبي، دوك نعطيكم الاسعار ثاني. المحلبي ها هو هنا، يعني نبغي مليح في رمضان بدلي، ماشي غير الفلون فلون، يعني يتبدلي المحلبي ها هنا. المحلبي يدير 8000 للباكي، فيها زوج، فيها 120 غرام وفيها دو باكي، يعني تاع 60 غرام في 60 غرام. هنايا ها هو هنا كما كتشوفي فيه، جبت زوج. جبت الطون ثاني، زدت الطون ها وينا كيما كتشوفي الطون، ها وينا. جبت ثاني شحال جبت، واه جبت ثلاثة، زدت ثلاثة ها وينا، ها وينا. واللي راني موفرتهم ثاني، يعني باش نسحقوه في السلاطة، نسحقوه ديري به بوراك، نسحقوه، يعني عندها عدة استعمالات. نقصوا شوية باسكو الفيوندا شي غالي، الناس نقص على رواحها شوية في ذاك البوراك وذوك الصوالح، ولا بيتزا، ما تحسيش مكتوب ربي كاع واش يدير. هنايا راه يدير 33000، يعني زادوا فيه مع رمضان صايره على الابواب. زيدي ثاني شا جبت وحده مايونيز، ها هي وينه. انا تعجبني هذه، كاين الاخوات اللي قالت لك ماشي مليحه، انا ما نكذبش عليكم، انا جربتها وعجبتني. ها يمكن ما كتشوفي فيها هذه الكبيره، ها هي وينه، هذه ها هي وينه، هذه راه دير 29000 اليوم كي خرج، لقيتها 29000. مولاها دير لها بروموسيون، دار 29000، جبت وحده. زدت علبه تاع طوماطيس، ودائما دائما كي تجيب الطوماطيس شوفي لا دات تكون بعيده، ها هي 2027، نتمنى الاخوات يكونوا يشوفوا، ها هي 2027. دائما جيبي الصوالح تكون بعيده في لا دات، انا تعجبني هذه النوعيه. جبت هذه البابي سيرفيغيز، يعني هذاك الشفاف، هذاك اللي نغطو بيه ولا منلمو بيه ولا ما تحصيش كل كيفاه، ها وين هذا راه يدير 8000، يعني من الحجم الصغير هذا لهذا اللي فيه 30، هما يقولوا 30 بصح ما نظنش 30. ها وين جبت وحده كذلك عندي، بصح زدت وحده، انا ما نقدرش نشري الكبيره غاليه 135000، وانا ما نستعملهاش بزاف، الاستعمال تاعي في هذا يعني محدود. جبت كذلك الورق الالومنيوم، يعني لقيتها محلوله، شوفي خاطر كاين بزاف اخوات يعني يشكوا، ها هي وينه، مازال مبلعه غير فشي الكرتونه نتاعها تحلت، ها هي وينه كيما كتشوفي. انا نجيب لكم بالاسعار باش الاخوات يدوا فكره، ها هي وينه، راها دير ثاني هي 8000، طوماطيس راهي 17000. جبت وحده خل، الخل هذا انا علاش شريت هذه، انا عندي الاخر هذاك اللي كم شفتوه، مي انا علاش جبت هذه، جبت القرعه هذه تاع الخل غير على بال القرعه، على بال البوشون بان نقعد نبزط به كيما يقولوا، ها هذه دير 5000، جبتها يمكن نكملها ونولي نستعمل القرعه هذه باش نفرغ فيها، باسكو في القرعه تاع الخل الاخرين شفتهم اللي عندي كيفاش دايرين. زدت جبت وحده شوربه، هذه احسن شوربه، هذه النوعيه تاع البركه احسن شوربه، باسكو جايه رقيقه، بالك الاخواتي شاطروني الراي، جايه رقيقه مليحه، مش كيما الاخرى تاع ماما جايه غليظه، من شاف غليظه انا صحيح ما بغاوش ياكلوها لي. الشوربه هذه شوفي تاع البركه رقيقه مليحه ما شاء الله، دير 8000. بالنسبه للفلون تاع الموز هذا، ها هو هنا هذا، باسكو ما نسيت السعر نتاعها، كانت بنتي معايا، هذا يدير 21.5، هذا ها هو هنا في 500 غرام، المذاق تاعه مليح. الاخوات اللي يبغوا يدوا فكره فيه رطل، كاين اللي ما تبغيش تشري هذيك الكبيره هذيك، شري هذه مليحه، كاين كيما هكا، كاين في الشيكولا، كاين في الموز، كاين في لافاني، كاين كل الاذواق،
ايوا هنا كيما كتشوفي هذه دير 21 فونص تاع عرطل. زيدي جبت ثاني راهي تشوفي ثاني نخبرك شنو جبت. جبت فلون تاع نوات كوكو، يعني المحبين تاع نوات كوكو. ها هو هنا خرج جديد، انا صحيح وراني ساكنه يعني اول مره نشوفه، تاع البريباراسيون هذه قالك بور فلون كوكو تاع لانوات كوكو. هاي وينه مليح، هاي وينه، هذه دير 8000 باكي. هذه هاي وينه كيما كتشوفي فيها هنايا، هذه دير 8000 كيما كتشوفي فيها. يعني نجربها، انا اول مره يعني نشري هذا النوع، هذا يعني هذا المذاق تاع رابحه للاخوات اللي يبغوا يشرو ثاني. هاي وينه زيدي ايوا ثاني نجبد من الثلاجه، راني دايره الحلو. هاي وينه درك نوريكم باسكو ني دايرتها هنا في الثلاجه، باسكو الدار فيها الحموان ما نقدرش نخليه غير على برا. تعرفوا بلي مازال شويه لرمضان تخاف يفسد، لقيته بروموسيون يا اختي منقصين منه. مره خرجت لقيته يدير 250000 وموش تا مليح. ومن بعد كي راني في 3 جوغ ولا خرجت ها هوينا لقيته يدير كام 164000. ها هوينا ها هو الحلو، يعني البرقوق كيما نقولوا هنايا، حنا في الغرب نقولوا له البرقوق وانتم ما نعرفش تقولوا له، يعني كل منطقه في الجزائر كيفاش يقولوا. ها هوينا يعني نوعيه جيده، ها كيما كتشوفي شوفي الحبه مش الله، شوفي تبزق غير وحدها. ها هوينا ها شوفي يعني ما شاء الله، قاري نحلها للاخوات باش يدو فكره. مادام لقيتها انا رخيص شريت. ها هوينا دوك نوري لحباباتي باش يشوفوا، يعني تسمحكم على التصوير. ها هوينا ها شوفي شوفي ما شاء الله الحبه تاعها شو كي دايره، شوفي ها شوفي نوعيه جيده، هم جايبينه ضروك. ها هوينا كيما كتشوفي. وجبت ثاني الاخر، جبت الزبيب ثاني ثاني لقيته هذا اللي دوك نوريه لكم ثاني مليح. هذا دوك نوريه لكم استسمح الاخوات. ها هوينا ثاني الزبيب، ها هنا جبت كيلو يدير 74000. شوفي هذا النوعيه شو كي الشباب، ها شوفي كي راهي تبزغ غير وحده، جديد جايبينه ثاني. انا هذاك الاصفر مازال ما شتيتش منه، ما يعجبني هذا خصوصا، هذا تبغي نبغي نديره في الطعام يعجبني، يجي المذاق نتاعه حلو يعني في الليل في رمضان. مي الاصفر كاش نهار ولا نشريه، يعني كل واحد يمشي على حسب الظروف نتاعه كيما كتشوفيه. هذا هما يعني اللي جبتهم انا هذه المره، كي نقولوا حنايا كل مره نشري كل مره نشري ونمشي اموري بهم كي نقولوا حنايا، ماشي ضربه واحده باش نتهنى باسكو عليه، يعني الاسعار غاليه ويعني كل مره الانسان يشري حاجه يشري حاجه بيتهنى. كيما بالنسبه للشوربه هذه، انا هذه ما نستعملهاش في رمضان، هذه شريتها بنستعملها دروك كيما كتشوفوا. الاخوات اللي بغوا يستعملوا في رمضان يعني يدوا فكره، يدوا نظره، يدوا فكره ويدوا نظره كيما قلت لكم. هذه يعني انا كل مره نزيد حاجه كيما قلت لكم. هاي وينه يعني الاخوات يستغلوا الفرصه، راهم داخلين داخلين البرقوق والزبيب والمشمل. المشمش قال لي كمل داير هذا، داير بروموسيون المشمش قال لي بعنا باعوه ب 168000، ما يعني ما تلاقيتش به، كنت لقيت كنت جبت كيلو. مي البرقوق والزبيب لقيتهم، يعني هذا هما انا اللي شريتهم انايا، الاضافات هادو يعني نستغلوهم نبدلو كيما الفلون المحل، يعني مره مره كي تغيري شويه حتى الكون يبقوا لك من بعد رمضان ما كاينش خاسره فيهم. كي نقولوا حنايا كي تبغي كي نقولوا حنايا كيكون الفطار ولا تبغي برا مره ديري لوليداتك اوليو باش حاجه تكون ما تقدريش تشريها، ولا ديري لوليداتك فلون ولا محل بي ولا سيدات ما يقولوش غير بلي صاي في رمضان ولا خلاص. يعني هذه هي الاخوات يديروا فكره في ريصانهم، كل وحده تشري على حسابها. كيما انا بالنسبه للحلو يبغوا ياكلوا لي كل يوم يديروا داك الطبسي قدامهم، يعني للامانه حتى الزوج يبغى ياكله يبغوا دائما كل يوم يبغوا داك الطبسي يكون قدامهم، ماشي كاع زلافه يعني طبسي صغير هكا يتشهوه باسكو علاه انا ناكلوه مره في العام، علاش ناكلوه كل يوم. بالنسبه للسفرجل انا شاريه السفرجل بصح مازال ما خدمتهاش، كي نخدمه راني نوريه الاديجه اللي درتها في القناه والسناكين بين خدمه ثاني. شريت كيلو برك يدير 40000، يعني نديره في هكا نوعو به، نديرو الزبيب ولا يجي الصفرجل يجي مع الزبيب ولا والبصل يجي ثاني طاجين ثاني ما شاء الله. تنقصي على روحك المصاريف باسكو علاه هذا الصوالح
مادام هم يعني رخص السيدات يختاروا فرصه، راهم مدخلينهم ضربك في هذا الشهر هذا تاع فيفري، راهم دخلوا هذا الحلو. يعني السيدات باش نعطيكم فكره، اللي تبغي تشري يعني تستغل الفرصه وتروح تشري كيما كتشوفوا هنايا. هذو هما الزيادات اللي زدتهم انا في الكرتونه تاع رمضان. كاين واحد الشيء الوقت بغيت نجاوبها، قالت لك، قالت درت كومونتير قالت لك دايره باللي قالت لهم ماهيش تشري غير المصروف اللي عندها ديرها في الساشيات وتعاود توري لينا. يعني سيدات شويه خدموا ريسانكم يا انت، مانيش عارفه راسك شافي. المهم نكون عيني ندير في ساشي ونوريك انا، علاه خايفه منك ولا شو بيدي معاك ما ديري. انا نبغي نعطي فكره للاخوات اللي يديروا كرتونه رمضان. بزاف اخوات دخلوا عندي في الكومونتير قالت لك درنا كرتونه رمضان، كاين اللي تقول لك ما كنتش كاع جايبه لها فكره، حتى السنه راني درتها قالت لك الحمد لله لحقت على اللي ما تتوالى. كاين اخوات اللي داروا واحد الشيء الوقت ثما قالت لي صاي كملت، بقات لي حاجه غير تاع 200 الف، يعني ماهيش حاجه يعني تكملها وتتهنوا في رمضان. تعلموا دائما ديروا كيما هكا، هكا الصوالح مسبقه دائما ديروها، يعني من بكري الناس دير هذه الطريقه باش نقص على روحها المصاريف، باسكو كلشي غالي ما تقدريش تشري دفعه واحده انت تشري هذو، على بالك تشري الصوالح كامل بالك 10 ملايين ولا قدرتي تشريها، باسكو على الصوالح يعني متطلبات تاع رمضان باينين وغاليين، الناس ما تخليش وليداتها يتشاهوا. على قلت لكم انا قناتي تاع اقتصاد ماشي تقشف، انا كي نقتصد نجيب الصوالح ونقتصد، يعني نمشيهم على الوقت اللي ناكل فيه، ماشي نروح نجيب نتقشف نقطعها في روحي ونقعد ندس في الدراهم. انا مانيش بدوك النوعيه، انا نبغي مثلا نشري كيما هكا ونوفرهم في داري. علاه نضل لي انايا بالك داك الشهر هذاك ما يخلصوهمش، بالك داك الشهر يجيك ظرف طارئ والدراهم ما تقعدلكش، ما تمسش الدنيا كاع كي دايره. من الاحسن السيدات دائما يديروا في ريصانهم دائما وفري. كاين اخوات بزاف قالت لك الازواج تاعنا كيما واحد داك الاخت تما قالت لك الزوج نتاعي قالت لك ما يعطينيش نصرف انايا، بصح هو يجيب بصح يجيب لنا غير قيس انت اش ديري له. دائما قلت لكم دائما كي ديري لها القائمه زيدي دائما في القائمه زيدي، حتى في القائمه تاع رمضان ماشي تروحي تقولي له جيب لي وحده منا وحده منا وحده منا، لا اذا كان يجيب وحده ولا زوج ديري الثالثه. علاه الثالثه؟ ما تحسيش كاع وانت تحقيها، حتى لو كنت تبقى لك من بعد رمضان كي تستغليها انت وليداتك. كاين الازواج كيجي الفطار يقول للمراه ما نشيلكش انا الطاو وما نشريلكش انا المايونيز وما نشيلكش الفلا وما نشيلكش الصوالح، اش ديري بهم انت راه الفطار. بصح الاخوات يستغلوا الفرصه دائما، زيد وحده ولا زوج وحده ولا زوج توفريهم في دارك باش تاكلي انت وليداتك، ما تحوسيش على الزوج، الزوج ما يعرفش الدار، الزوج مسالته انه يجيب الدراهم برك. هذه هي بغيت نعطيها فكره دائما للاخوات خصوصا المبتدئات، وبزاف راهم يتبعوني قالت لك الحمد لله مشينا على الطريقه نتاعك، قالت لك ورانا ناجحين. يعني كي نقولوا حنايا رساله الناس ديرها كما باسكو اليوتيوب هذا راح يقعد الى يوم الدين، يعني الانسان يروح ويبقى هذا اثاره، يعني الناس تدي دعوه الخير. كيما انايا كيما نتصرف في داري نوريكم كيما نتصرف في داري، ما هي هذوك المتطفلات هذوك اللي مش عارفه تهدر ومش عارفه يعني. المهم ربي دخل علينا رمضان بالصحه والهنا، لا فاقدين لا مفقودين، ونتمنى الاخوات كل واحد يمشي على صب ظروفه وكل واحد يقتصد ماشي يتقشف يقتصد معناه يعيش. ونتمنى الاخوات دعموني بلي جيم يشاركوا في القناه، والى الملتقى باذن الله.